استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل أفراد منتخبي ألعاب القوى وكرة اليد والبعثة الإدارية لدورة الألعاب الأسيوية التي اختتمت مؤخرا بإندونيسيا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققوها في الدورة وخطفوا خلال 26 ميدالية متنوعة منها بينها 12 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات لتحصل البحرين المركز الأول عربيا والمركز 11 في الترتيب العام لجدول الميداليات في إنجاز تاريخي جديد غير مسبوق للرياضة البحرينية. وقال سموه إن هذا الإنجاز هو نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الرياضية البحرينية من لدن جلالة الملك المفدى الداعم الأكبر للرياضيين، فجلالته يتابع مختلف المنتخبات الوطنية ويفرح لفوز أي منتخب ويفتخر دائما بالإنجازات التي يحققها أبطال البحرين ويحرص على تقديرهم وتكريمهم. وبيّن اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ما حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية 18 من إنجازات مشرفة ونتائج إيجابية غير مسبوقة للبحرين على الصعيد القاري يجسد بكل وضوح مسيرة التطور التصاعدي للرياضة البحرينية. وعبر اسم الشيخ ناصر بن حمد عن الفخر بما حققه أبطال البحرين في رياضة ألعاب القوى بتحقيقهم ل 25 ميدالية متنوعة وما حققه لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد والذين حققوا الميدالية الفضية، معربا سموه عن ثقته بأن هذه الإنجازات ستشكل محطة انطلاقة جديدة لبقية اللاعبين واللاعبات لتحقيق مزيد من الإنجازات في بقية أشهر عام الذهب 2018 والعام المقبل. كما أشاد سموه بدور الاتحاد البحريني لكرة اليد والاتحاد البحريني لألعاب القوى وقدرتهما على تحقيق الانتصارات واستغلال الإمكانات المتاحة وتحويل التحديات إلى نجاحات. وانتوا ولله الحمد جبتوا لنا الذهب في عام الذهب واثبتنا كلمتنا واثبتنا وعدنا لأولهم جلالة الملك وثم لشعب مملكة البحرين ان الشباب وشابات مملكة البحرين قادرين على هذا التحدي بما فيه التحديات اللي احنا نواجهها اساسا في البيت الرياضي اللي احنا نحاول كمسؤولين رياضيين نطور الرياضة ونحاول نطور القطاع الشبابي أيضا ونحاول أن احنا نتعدى هذه العقبات والصعوبات اللي أمامنا، إلا أن نوعية شبابنا وشاباتنا في مملكة البحرين هم الرادع الأول والأخير لهذه العقبات كلها. فلله الحمد احنا كنزنا وماستنا في مملكة البحرين هو شبابنا وشاباتنا وخاصة منهم الرياضيين. والرياضة كلنا نعرف أنها هي يعني أفضل شيء يمارسه الإنسان، سواء كان على نمط حياة صحية جيدة أو على المستوى اللي أنتوا تقدمونه.
وبدوره أعرب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تقديره وتشجيعه لكافة الرياضيين، الأمر الذي ساهم في تبوء الرياضة البحرينية مكانة المرموقة. أكد عسكر أن الإنجاز الآسيوي لم يكن ليتحقق لولا الدعم والرعاية التي وليها جلالة الملك المفدى للحركة الرياضية والمساندة الكبيرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومؤازرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. وبعد نهاية اللقاء تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لوحة تذكارية من السيد عبد الرحمن صادق عسكر، هي عبارة عن الزي الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية مرصع بالميدالية الذهبية للدورة، بالإضافة إلى التعويذات الخاصة بالدورة.